اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجويه، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه واللواء عصام جلال مدير اداره المياه بالقوات المسلحه واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجويه للشؤون الهندسيه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه المشروع القومي العملاق للانتاج الزراعي الدلتا الجديده والذي يهدف الى زياده الرقعه الزراعيه في مصر على امتداد محور الضبعه بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزياده بالتوسع في المراحل التاليه المستقبليه حيث يضم المشروع في نطاقه عده مشروعات محوريه للتنميه الزراعيه من ضمنها مشروع مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحاليه والمستقبليه للمشروع فضلا عن تفاصيل البنيه الاساسيه وكذلك توفير مياه الري والتكلفه الماليه. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمه لاستصلاح الاراضي الزراعيه الجديده المستهدفه بالتنميه، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثه والذكيه، الى جانب انتقاء نوعيه المحاصيل الزراعيه التي تتوافق مع طبيعه التربه والمناخ لهذه المنطقه، وذلك لتحقيق اكبر استفاده ممكنه ومردود زراعي وانتاجي، كما وجه السيد الرئيس بالتركيز على اقامه المجمعات الصناعيه في اطار المشروع، التي تعتمد على الانتاج الزراعي المتكامل بدءا من زراعه المحاصيل وحصادها باحدث الاليات ثم الفرز والتعبئه والتصنيع بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديده فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الاجيال الحاليه والقادمه